متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، وهكذا تستمر هذه الانطلاقات. واعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعه والتنظيم والانطلاقه اعلنوا عن حركه جديده وشوط اخر يتجدد بين الحين والاخر. اترك التفصيل والتعليق على احداث هذا الشوط مع زميل اخر وهو خليفه الوهيبي الذي ارحب به اجمل ترحيب ليشاركنا في هذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدا. ومشاهدينا الكرام وبه نستعين، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم هنا بكل خير. احييكم اجمل تحيه صباحيه هنا من ميدان الهباب لسباقات الهجن العربيه الاصيله. ومع هذه الانطلاقات شعارات اصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل. اذا مشاهدينا الكرام، الشكر للجان المنظمه وعلى راسهم هنالك مايد بن ثاني بن بليشه الفلاسي واعضاء اللجنه جميعا. اذهب مباشره مع الصداره مع المركز الاول وشوطنا الثالث خاصا بالجعدان المحليات. هنالك من يتقدم هذه الاسماء في هذه اللحظات، ويتواجد هنالك هملول من يتواجد مع المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وعتيق بن خفية في التضمير. المركز الثاني من يتواجد في هذه اللحظات وهنالك شاهين يتواجد مع المركز الثاني وعلي بن سلطان بن رشيد يتابع في التضمير. المركز الثالث وصل هنالك سراب المملوك لسمو الشيخ حميد بن عمار النعيمي وهنالك علي بن مهير في التضمير. المركز الرابع ووصل هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بالضبيعة في التضمير. المركز الخامس هنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بالضبيعة. المركز السادس في هذه اللحظات انطلق هملول ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وعبيد بن محمد بالضبيعة. المركز السابع وصل في هذه اللحظات متابعين الكرام سلهود من وصل في هذه اللحظات هنا في هذه الانطلاقة وحميد بن سيف بن كعيب. المركز الثامن وصل هنالك متابعين الكرام، المركز الثامن هنالك شعيلان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وسهيل بن مرخان في التضمير. المركز العاشر هنالك متابعينا الاعزاء، عجيب من يتواجد مع المركز العاشر وسعيد بن مايد الاقتبي. العوده مع البدايه، العوده مع الصداره ومع هذا الذي انطلق في هذه اللحظات وانتزع المركز الاول سراب المملوك لسمو الشيخ حميد بن عمار النعيمي وعلي بن مهير بن بليشه في التضمير. المركز الثاني والمتابعه هنالك من المركز الثاني في هذه اللحظات هملول ياخذ كرت ساري المفعول الى الناموس ونهايه مع الوصول. هنالك المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بالضبيعه يتابعه في التضمير. المركز الثالث وصل هنالك شاهين المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وعبيد ايضا في التضمير، عبيد بن محمد بالضبيعه. المركز الثالث الوصول هنالك من هملول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وعتيق بن خفية في التضمير. انتقل هنالك في هذه اللحظات انتزع المركز الرابع ووصل في هذا الانطلاق سلهود لحميد بن سيف بن كعيب. اخذ اللي في المركز السادس هنالك من وصل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد وعبيد هنالك عبيد بن محمد بالضبيعه. ولكن من القادم الحامل رقم 11 هنالك شاهين محمد بن عبد الله بالحب العامري وصل بالحب مع شاهين ينطلق في هذه اللحظات. الله الله الله، هذه الاسماء وهذه الشعارات اللامعه التي دائما ما نراها تتواجد في كل المواسم
والتي عودتنا على المشاركة ليس على الصعيد المحلي وإنما في جميع المحافل الخليجية والختاميات. هذا هو هملول، هذا هو هملول من يقير في هذه اللحظات وينتزع المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بالضبيعة يتابعه في التضمير. ولكن الملاحقة على المركز الثاني هنالك سراب يلاحق مع المركز الثاني المملوك لسمو الشيخ أحمد بن عمار النعيمي وعلي بن مهير بن بليشة. روح يا بن بليشة، روح روح روح، الله الله الله. ولكن من القادم مع المركز الثالث شاهين قادم مع المركز الثالث، وهنالك محمد بن عبد الله بالحب العامري قادم بالحب. ولكن المركز الرابع هنالك متابعين الكرام سلهود وحميد بن سيف بن كعيب. لكن العودة مع الصدارة، العودة هنالك مع هملول. سير وعين الله ترعاك، سير وجماهيرك الغفيرة التي تتابعك من اليمين ومن الشمال مؤازرة ومؤيدة لهذا الانطلاق. تهانينا إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وإلى المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما من حلف ثاني المراكز متابعين الكرام هنالك شاهين محمد بن عبد الله بالحب المركز الثالث، وصل هنالك سلعود حميد بن سيف بن كعيب المركز الرابع سراب لسمو الشيخ حميد بن عمار نعيمي المركز الخامس، هنالك وصل المركز الخامس علان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسهيل بن مرخان. المركز السادس بن رشيد. تهانينا والناموس الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والى المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة.